مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، متواصلين مستمرين مع شوط الثنايا القعدان وبصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي، فنتمنى له التوفيق ولكم التوفيق وحسن الاستماع. فينا ومنا سيدي سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم بتحية الاسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على ارضية هذا الميدان ومن درة الميادين وميدان الجنادرية هنا في الرياض الذي يستضيف هذا المهرجان الكبير والمهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، وصلنا وياكم في سابع ايام هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، وانطلاقة سن الثنايا انطلق قبل قليل شوط الرئيسي الخاص بالقعدان، الثنايا والثمانية كيلو مترات هي الحاضرة في هذا السن، سن الثنايا مقدمة الشوط. المركز الأول انطلق مع انطلاقة عنيد مع صدارة الشوط، راشد بن حارب بن محمد الشامسي يقدم لنا عنيد، بينما المركز الثاني وصل البريدي مع انطلاقة المشهر حمد بن جار الله بن علي بن حسين. البريدي يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مرحبا يا بن حبيب وصل لافي بن حبيب الشمري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الهارب على المستوى المركز الثالث. والمركز الرابع وصل الظاهري يقدم لنا ختال هو القادم، عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري على المركز الرابع. المركز الخامس وصل فال ناصر بن حمد بن ناصر المري يأتي على المستوى المركز الخامس. المركز السادس مرحبا يا ابو راشد وصل مغادر ضيف الله بن قاعد بن هلال الشيباني العتيبي يأتي على المركز السادس مع انطلاقته واندفاعته في هذا اللحظات. مغادر يأتي على المركز السادس. المركز السابع الاسم القادم وصل بن معلى وصل متعب قادم عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي يقدم لنا شعاره على المركز السابع بمتابعة بو ربعه بمتابعة مشاري الحربية على المركز السابع، يتابع ويراقب في هذه اللحظات متعب في عملية التضمير. المركز الثامن مرحبا يا بن قبضة مرحبا يا فالح يا بن عبد الرحمن يا القحطاني يقدم لنا قساس على المركز الثامن. المركز التامن
التاسع مرحبا يا الامبراطور. وصل شعار محمد بن علي بن حمد المري مع انطلاقة الشايب على المركز التاسع المركز العاشر، واختتم بالنداء في هذه اللحظات القتوب في هذه اللحظات مع الخليج. فايز بالراضي الشمري يقدم لنا الخليج، ياتي على المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة مع العشر الأسماء المتقدمة، ولكن لنا عودة من حيث ما بدينا إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، الصدارة والمقدمة مع شعار في هذه اللحظات، شعار الشامسية مع المركز الأول مع انطلاقة عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي، يأتي على المركز الأول مع مقدمة الشوط القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة الأخوية في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه يا رب العالمين. بينما المركز الثاني وصلوا ابناي عروس الشمال، وصلوا ابناي حايل، وصل لافي بن حبيب الشمري، ياتي على المركز الثاني مع انطلاقه الهارب على المركز الثاني، لافي بن حبيب بن فرج الشمري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل فال ناصر بن حمد بن ناصر المري على المركز الثالث. المركز الرابع مرحبا يا مغاتر، مرحبا يا الشيباني، ضيف الله بن قاعد بن هلال الشيباني على المركز الرابع. المركز الخامس البريدي مع المشهر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدياتي على المركز الخامس. هكذا ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، الصدارة مع شعار الشامسي، الصدارة مع شعار الشامسي مع انطلاقة عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي. ولكن مغادر يا أهل الثنايا غير وتسلل إلى المركز الأول، ضيف بن قاعد بن هلال الشيباني. انطلق ابو راشد الى نحو النماس، الى نحو الانتصار. ينطلقون ابناء الغربيه، ينطلقون ابناء الطايف عروس المصايف. يا سلام، ولكن الظاهري على المركز الثاني مع ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري على المركز الثاني مع انطلاقة ختال. المركز الثالث لافي بن حبيب بن فرج الشمري على المركز الثالث مع الهارب. المركز الرابع مرحبا يا متعب عبد العزيز بن معلا بن عليان السوري. وصل متعب بإنجازاته، بعوايده، بانتصاراته، بمتابعته مشاري بن فهد بن ربعه الحربي والامبراطور بن قرع والقحطاني. بدأ يتحرك مع انطلاقة قساس فالح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني
على المركز السادس، المركز السابع الشامسي، ولكن العوده الى المقدمه، العوده الى معركه الثنايا القعدان، ولكن الظاهري مع ختال بشعار اللحظات، عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري. انطلقوا ابناء دولة الامارات العربية المتحدة، ولكن الشيباني الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير يا متابعين الكرام، يا مشاهدين الاعزاء، ولكن الظاهري والشيباني، يا سلام، مغادر، ولكن ختال انطلق الظاهري بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري. الله 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 الله، متعب، واذا شعار الامبراطور مع الشايب مع المركز الثالث، ولكن العودة إلى شعار من اللحظات، ختال والشيب وختال والشيب، يا سلام، ولكن الظاهري مع ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، عصاته في بطانه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما تحرك ختال حتى هذه اللحظات، والإمبراطور لو والله روح ختال، انطلق الى نحو الانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا اخواني، صاحب عوايد، صاحب انجازات، صاحب نقطة في مهرجان ولي العهد، الان يكرر انجاز تلو انجاز، تهانينا والنماس لك يا الظاهري على الفوز والانتصار. مركز ثاني شعار الشيب محمد بن علي بن حمد المري. مركز ثالث، المركز الثالث فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني مع قزاز. المركز الرابع، اذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعار ختال وعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري، حضر على المركز الاول، تهانينا والنماس لك يا الظاهري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل، تهانينا والنماس لك الظاهري عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري، منتزعا وخاطفا نوماس في هذا الشوط. 12 دقيقه 48 ثانيه و8 اجسام الثانيه. المركز الثاني الشيب محمد بن علي بن حمد بن علي المري، 12 دقيقه 49 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثالث قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني، حضر على المركز الثالث مع قزاز، 12 دقيقة 49 ثانية و60 جزءا من الثانية. المركز الرابع حضر السريع محمد بن هادي بن حمد بن فرحان الإحبابي، حضر على المركز الرابع مع السريع. والمركز الخامس الشهم مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، حضر على المركز الخامس مع الشهم. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعار ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري، منتزعا وخاطفا شوط رئيسي للقعدان الثنايا، تهانينا والنماس.